شكرا سالم الحبسي. أيها الإخوة المتابعون، تتواصل هذه الانطلاقات، نستمر مع حضراتكم في هذا اليوم الثلاثاء 23 من ديسمبر لعام 2014، حيث نبدأ اليوم مع الأشواط المفتوحة مع سن اللقاية، وأشهدني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. إخواني المتابعين، شوطنا ينطلق في هذه اللحظة، الشوط الرقم 18، شوط رقم 18 ينطلق، ونستمر مع البكار في هذه اللحظة لنتعرف مع المقدمة على المركز الأول. هذه مناورة على المركز الأول بشعار هجن الشحانية، مع المركز الأول سلطان الوهيبي يقودها، المركز الثاني سهم، بالمركز الثاني بشعار هجن الشحانية عند حمد بن علي بن حلفان المري، انتقل إلى المركز الثالث، وهذه مودة على المركز الثالث، ووجود روعة على المركز الرابع، كلاهما لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي، وأيضا صاحبة المركز الخامس عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي واسمها في. إذا في بالمركز الخامس، والمركز الرابع روعة، والمركز الثالث مودة، هذه لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أنتقل إلى المركز الثاني وأتقدم تدريجيا مع سهم اللي تحتل المركز الثاني. المركز الثاني سهم بشعار هجن الشحانية عند حمد بن علي بن حلفان المري المبدع في هذه اللحظة مع ثاني المراكز. المركز الأول، أعود يا مخرجنا إلى المركز الأول، وأجد بالصدارة مناورة على المركز الأول، على المركز الأول على الكادر الفوقاني. إذن هذه مناورة على المركز الأول، شعار هجن الشحانية، سلطان الوهيبي الحذرة قدمها في المركز الأول، قدم ملفت أو بالشوط الرئيسي الأول، قدم ملفت بالشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان لينتزع النقطتين الرئيسيتين اليوم في هذا الصباح مع هذا الشعار العملاق، شعار هجن الشحانية. لستستمر أيضا مسلسلات الناموس في الأشواط حتى الشوط 18 مع شعار هجن الشحانية. المركز الأول إخواني المتابعين، وأتواجد مع مقدمة هذا الشوط، أفضل توقيت عندنا اليوم، أفضل توقيت، صاحبة المركز الأول بالشوط الخامس يا علي أبو شارب، المركز الأول 7 دقائق 33 ثانية، 74 جزء من الثانية، أفضل توقيت عندنا. مخرجنا أحمد السادة وعلي أبو شارب أيضا مع هذا العرض، 7 دقائق كما أسلفت، 33-74 جزء من الثانية، هي إبداع لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، أبدع الوهيبي اليوم، أبدع الوهيبي اليوم، داخل بكل قوة اليوم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع هذا الشعار العملاق والشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية الذي يبشر بالخير، يبشر بالخير هذا الشعار هذا الموسم، موسم 2014-2015 مع سن اللقاية. بدأنا وظهرت أسماء ونوعيات مميزة يا الحبسي، ظهرت أسماء ونوعيات مميزة في هذا اليوم، شاهدناها وسنشاهدها إن شاء الله في الختاميات وهذه العمالقة التي تنطلق اليوم. إذن روعة على المركز الأول، مناورة على المركز الثاني، شعار هجن الشحانية، هادهما العملاق سلطان الوهيبي من المركز الأول والثاني، المركز الثالث هذه سهم على المركز الثالث لهجن الشحانية، يقودها حمد بن علي بن حلفان المري. انتقل إلى المركز الرابع، هذا الشكل الجميل، هذه الواصلة، الواصلة بهذا الشكل الجميل، الأبيض مع العنابي، الأبيض مع العنابي،
لونها غير، شكلها غير، وأداءها غير، أداءها غير. هذه الواصلة تصل بالمركز الرابع وشعار هجن الشحانية مع سلطان الوهيبي. من الجانب الآخر إخوان المتابعين تتدخل لفتة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المضمر في أول نداء لها مع دائرة المراكز الخمسة الأولى. هذه لحظات الناموس والكوع الأخير، الكوع الأخير. النقطة مهمة إخواني المضمرين سأتحدث معكم في هذا الشوط عن النقطة المهمة التي تسجل وتضاف لكل الشعارات الحاضرة. نقطة في هذا المهرجان الغالي، في هذا المهرجان، مهرجان جائزة المؤسس وسباق المؤسس الكبير. النقطة مهمة يا الوهيبي، يحاول سلطان الوهيبي إضافة نقطة أيضا، وتواصل إبداع اليوم، تواصل إبداع هذا العملاق. هذه روعة. يا سلام، الشحانية من الجانب الآخر وصل يا جماعة، وصل الذهبي ووصل شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أحد الضيوف من المرموم المركز الرابع. هذه شديدة، ديروا بالكم من شديدة. يا سلام، حلقت اللقاية شديدة. محمد بن خالد العطية يشاغب في هذا الشوط مع شديدة التي تنتزع حتى هذه اللحظة نقطة الشوط. إن لم يكن لروعة رأي آخر، إن لم يكن لروعة ولشجرة أو الشحانية رأي آخر، لكن شديدة يا أبو خالد، شديدة. وقلت لكم روعة خطيرة، والشحانية أخطر من روعة، وروعة خطيرة، وروعة بالفعل تنتزع نقطة هذا الشوط لهجن الشحانية عن سلطان الوهيبي. المركز الثاني الشحانية. الشحانية بالمركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث شديدة والمركز الرابع. إذن المراكز الثلاثة الأولى بشعار هجن الشحانية، المركز الرابع لفتة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، المركز الخامس. المركز الخامس راهية لهجن الرياسة عند سهيل بن أحمد بن ريفة. إذا التوقيت الزمني 7:48 أو 46 ثانية، 96 جزء من الثانية تقريبا التوقيت الزمني لصاحبة المركز الأول. هي روعة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولسلطان الوهيبي. المركز الثاني الشحانية بالمركز الثاني، 7:47، 24 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولسالم بن فاران المري. المركز الثالث شديدة حصلت على المركز الثالث، 7:47 تقريبا 63 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد.